اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. صحيح الدنيا برد، انما ما اعتقدش مثلا ان في حد ممكن يكون بيجهز مثلا فيجيب 15 بطانيه مثلا او حاجه، ولو في مثلا 3 سراير بتدخل مثلا بثلاث بطاطين او اربعه او خمسه. انما الارقام اللي انا بسمعها او سمعتها مؤخرا في جهاز العرايس في القرى، قالوا لي ده قرى الوجه البحري، معرفش في الصعيد في ايه، معرفش في القرى التانية في ايه. الحقيقه محتاجه تعليق حضراتكم ومحتاجه تعليق فضيله الشيخ احمد تركي. اهلا بحضرتك معانا، وحضرتك بتقول لي اه صحيح، معقوله سمعت عن الحاجات دي؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك ومولاه. بالنسبة للمغالاة في المهور وفي تعسير الزواج، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عنه القرآن عندما قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اوعى تختار لبنتك او تحط في اعتبارك وانت بتختار لبنتك او اختك او انت كمان تحط في اعتبارك ان الغني دائما هو اللي هيسعدها، او ان اللي معاه فلوس هو ده اللي هيعيش عيشه كويسه، او الفلوس اصلا بتعيش حد عيشه كويسه. لا اطلاقا، السعاده لها مفردات اخرى كما علمنا القران الكريم. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى جعل الغنى والفقر من الصفات المتغيره. الفقير النهارده غني بكره، غني النهارده فقير فقير بكرة. وإن كان الإسلام ما حددش مهر ولا ما حددش صورة من صور الهدايا وصور الخطبة وصور تجهيز العرايس وغير ذلك حتى يكون فيه مرونة عند الناس، ورب العالمين قال: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إلى أنه في المقابل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنهى دائما عن ان الانسان يكلف نفسه فوق طاقته، او ان حد يكلفه فوق طاقته، او هو يكلف نفسه فوق طاقته علشان الناس عايزه كده، او عشان عادات مجهده ظالمه مرهقه للناس. لا، العادات الظالمه المجهده المرهقه للناس احنا نغيرها، لانها مش قران. يعني مثلا لو واحد النهارده يقول: والله كلامك كويس يا شيخ وانا عايز التزم بيه، بس هعمل ايه؟ الناس زي انت ما قلت في المقدمه، الناس هتاكل وش. يعني ايه هتاكل وش؟ طب ما هو انت دلوقتي النهارده لما انت تتداين، ولما انت تكتب شيكات على نفسك، ولما تدخل السجن احيانا لا قدر الله، ولما تقابل رب العالمين هيكون موقفك ايه؟ لا، احرص ان انت ترضي رب العالمين قبل الناس. ومن ثم النبي عليه الصلاه والسلام علمنا من خلال سنته من خلال سنته القوليه ومن خلال سنته العملية، إن أفضل النساء أقلهن مهرا وليس أكثرهن مهرا. أقلهن مهرا الدنيا فيها يسر وليس فيها تعسير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضلهن بركة أقلهن مهرا. ولما أشوف النبي عليه الصلاة والسلام جهز بناته إزاي، أجد الأمور بسيطة، الزواج بسيط، الزواج فيه ناس مركزة على المعاني الزواج، مش مركزة على قشور الزواج. احنا مركزين دايما على الحاجة اللي برة، على الصورة الخارجية، لكن الناس كانت زمان بتركز على المعنى الزواج، المودة والرحمة، وان البيت يكون مسلم، وان البيت يكون على خلق مستقيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. دايما الزواج الناجح اللي بيكون ميسر، أما الزواج اللي معسر، المعسر ده اللي احنا بنعسره ونحط كل حاجة وننفش فيه ونخلي الصورة حلوة من بره، غالبا بيبقى فاشل. وده اللي بنفهمه أيضا من القرآن ومن التاريخ. من القرآن الكريم سيدنا موسى عليه السلام راح مدين معهوش اي شيء، قابل بنتي سيدنا شعيب، وجدهم حيسقوا الغنم، فرب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولما توجه تلقاء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء.
وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت يا أبتي قالت إحداهما يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان الأساس في الزواج القوة، قوة العقيدة، قوة الإيمان، قوة الأخلاق، وهو متين في التمسك في مبادئه فزوجه فكانت البركة. لما ننظر إلى زواج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة كان بسيطا، كان وحتى أبو طالب وهو بيخطب في خطبة زواج سيدنا النبي قال وإن كان في المال قل إلا أن المال عارية مسترجعة ودنيا زائلة، قال كده. كان أفضل زواج وأفضل حب وأفضل حياة سعيدة كان بسيدنا النبي وبسيدة خديجة. طيب.